السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناتي على اليوتيوب. معاكم أسامة عادل. هنكلمكم النهاردة عن طريقة تصميم برامج أندرويد وأي أو إس للأيفون طبعا والسامسونج، وأي حتى للتابلت وكده. الأي أو إس شغال برضو على التابلت لشركة أبل. سبق قبل كده في الحلقة اللي فاتت أو في الحلقة اللي فاتت قدمت لكم طريقة تصميم برامج الأندرويد عن طريق موقع أبيت. النهاردة هقدم لكم طريقة تصميم جديدة عن طريق موقع كومو دوت كوم. ده طريقة تصميم برامج أندرويد وبرامج أي أو إس. نبدأ دلوقتي، وطريقة تصميم احترافية أكتر من الموقع اللي قبل. اول حاجه ندوس انشاء ملف او انشاء ابلكيشن جديد. قبل ما ندخل في انشاء الابلكيشن، سبق ان احنا شفنا في ظهريه الموقع ان هو بيحتوي على في تم تصميم 600,000 تطبيق عن الموقع ده عن طريق الموقع ده، او يحتوي كمان على 600,000 حساب. فهو موقع مشهور وكويس جدا، وانصحكم بيه لانهم بيديكوا برامج اندرويد بشكل احترافي. نبدأ. أول حاجة نبدأ بتسمية الفولدر. سمي أي حاجة، مثلا يكون أسامة عادل فرضا يعني، وبعدين نيكست. نختار بقى نوعية الفولدر، بيزنس، ايفنت، ميوزك، اللي احنا عايزينه. مثلا نختار بيزنس. بعدين نختار مثلا ممكن احنا ندمج في التطبيق بتاعنا الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. كمان عندنا هنا لو تلاحظوا اعزائي المشاهدين، موجود شكل التطبيق هيطلع ازاي. وهنا طبعا هو بيدعم الاي او اس، بيدعم كل حاجه. فاحنا مثلا نختار مثلا صفحه على فيسبوك سامي هادل شويه نت وتي سنه. طبعا هو بيحمل شويه. معلومه لحضراتكم اعزائي المشاهدين، لحد ما الابليكيشن يخلص التحميل او الموقع يخلص التحميل، ان الاندرويد هو عبارة عن تطوير لنظام لينكس. اللينكس ده نظام من انظمة تشغيل الكمبيوتر زي الويندوز اللي احنا بنستخدمه حاليا. وكمان اما الاي او اس ده عبارة عن تطوير من نظام الماك، هو برضو نظام تشغيل زيه زي الويندوز. ولينكس نظام تشغيل مفتوح الماستر. فيعني معلومة لحضراتكم يعني اضافية على الفيديو. أعزائي المشاهدين، بعدين هندوس كرييت. على فكرة أعزائي المشاهدين، في حاجة جربتها من شوية، إن لما أنا مبلاقيش نفسي مثلا في حسابات الفيسبوك عن طريق الاسم، باخد اللينك بتاع الصفحة بتاعتي البروفايل وبحطه، فبيطلع لي على طول الاسم بتاعه والبروفايل الخاص بيا. أعزائي المشاهدين، وبعد ما انتظرنا وقت مش كبير قوي، هيجيلنا الشكل ده في البروفايل. بندوس كرييت ونكمل. طبعا هو بيوفر لنا الشروحات اللازمة في كل جزء. يعني هنا مثلا عايزين نضيف حاجة زيادة، ندوس هنا. مثلا عايزين نحذف حاجة، عايزين نضيف بيج، نمسح بيج، ممكن نمسح الحاجات دي، نضيف الحاجات دي براحتنا زي ما احنا عايزين. يعني مثلا لو عايز مثلا اتصال بيا انا كمعلومات شخصية، ممكن امسح يعني، او ندوس ديليت. بمنتهى البساطة هي تتمسح. يعني الموضوع بسيط جدا، يعني بسط لأبعد درجة ممكنة. يعني زي ما هو باين، حتى اي حاجة ممكن اغيرها، اضيف صورة من عندي، امسح حاجة، يعني اعمل اي حاجة، ديليت، اضيف اي حاجة، اي عنصر من عناصر دي. زي ما احنا شايفين، لو احنا هنا مثلا عايزين نعرف ده بيعمل ايه، هندوس هنا جنبه في علامات استفهام. وهات يعني مثلا هنا مثلا كتالوج مثلا بتعمل ايه، بتعمل كتالوج بالشكل ده. ممكن اد بيج واغير اللي انا عايزه. طبعا هنا بس عشان النت بطيء شوية معلش. هنا المفروض بيعرض لي الجزء اللي هنا اللي هو الشاشة بتاعة الموبايل اللي هو الايفون اللي احنا شايفينه ده، بيعرض فيه شكل التطبيق اللي هتشوفه لما يبقى تطبيق يعني على الموبايل. بس زي ما احنا شايفين، هو طبعا بيوفر لنا كتير جدا من خدمات. كان الموقع التاني اللي هو ابيض كان الموضوع ده بيبقى معصر فيه شوية. ولو عايز اي حاجة من الحاجات دي، بدوس بس بدوس على البتاع، بدوس على السلة الموجودة. مجرد ما ادوس على الايقونة، مثلا الايقونة ديت عايز اشيلها، بدوس على السلة وخلاص على كده. عملية بسيطة جدا جدا جدا. فبس، وانا ده حسابي الخاص على الفيسبوك. هل حابين تشيلوه تضيفوه عادي جدا. دي حاجات معلومات اضافية برضو.
هات مثلا لو عايز اضيف معلوماتي بلدي مش عارف ايه كده يعني، وسيلة الاتصال بيا. ده لو عايز اضيف منيو اي حاجة، اي حاجة ممكن سهل اضيفها. لو انا عندي مثلا مجموعة مواقع عايز اضيفها في التطبيق بتاعي، تواصل اجتماعي اي حاجة، تواصل اجتماعي اقدر اضيفها، ميديا اي حاجة، ميديا موسيقى اغاني اي حاجة. زي ما احنا شايفين تطبيق في منتهى 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 البساطة. بعد ما احنا خلص الجزء ده يعني احنا خلصنا جزء انشاء التطبيق من الداخل، ضفنا ميديا، ضفنا اي حاجة. وزي ما قلت لكم اعزائي المشاهدين، احنا لو عايزين الشرح بندوس بس على علامة الاي الموجودة جنب كل ايقونة من ايقونات. دلوقتي بقى ندخل على ايه، على شكل التطبيق، الشكل العام من التطبيق اللي احنا عملناه. دلوقتي هندوس سين. طبعا هو بيفترض لنا خلفيات من عنده، دول الخلفيات الافتراضية الموجودة عنده. احنا ممكن نصنع خلفيتنا بنفسنا زي ما احنا شايفين، نجيب الصورة اللي احنا عايزينها ونصنع خلفية بنفسنا او الايكون، وممكن نشيل حتى خلفية اللي في ظهر البرنامج اللي هي موجود في اسم البرنامج او اسم الموقع. هنا طبعا عندنا خلفيات يعني انا شايفهم في منتهى الجمال يعني، خلفيات جميلة جدا افتراضية من البرنامج مجانية حتى يعني، غير بعض البرامج. حتى شكل العرض يعني شبكي، قوائم، كل اشكال العروض متوفرة. على العموم احنا مثلا نفترض ان احنا هنكمل على الشكل ده، هنكمل مثلا على الشكل الافتراضي اي شكل، ولكن ده مثلا والشكل مثلا الشبكي اي حاجة. وبعدين هندوس كده، مجرد ما ندوس سيف هيطلب دلوقتي مننا تسجيل الدخول في الموقع. طبعا احنا ما عملناش تسجيل دخول ولا عملنا اي حساب في الموقع من ساعة ما دخلنا. دلوقتي هنبدأ بقى نسجل. طبعا انا مسجل من قبل كده، فهيبقى يعني هو انت بعد من الخطوه دي بنبدا نسجل. لا معلش يا اعزائي المشاهدين، انا ما كتبتش التسجيل بتاعي هنا. بس هبدا اسجل دلوقتي معاكم من الصفر. نبدا اسجل دلوقتي تسجيل عادي جدا زي التسجيل بتاع الموقع. بعدين هنعبي هنا الايميل والباسورد بتاعنا. دلوقتي نبدا نسجل. طبعا اعزائنا المشاهدين، بعد ما انا سجلت الدخول للموقع، هو بيعمل لنا دلوقتي بيعرض لنا النسخ. انا ممكن النسخه بتاعت مثلا ممكن اخليها مجانيه، ممكن اخليها نسخة ب $39 للشهر، وممكن اخليها نسخة ب$99 للسنة. طبعا النسخة المجانية كويسة، بس النسخة المجانية زي ما احنا شايفين ليها حدود معينة في الامكانيات. النسخ المدفوعة بتبقى زي ما احنا شايفين، مثلا عدد الابديت، مثلا ابسط مثال عدد الابديت في النسخة المجانية 5 ابديت، عدد الابديت في النسخة المدفوعة unlimited يعني بلا لا نهاية. وكمان بيضاف في بعض الإمكانيات اللي احنا مقدرش نضيفها في النسخة المجانية. طبعا هنختار النسخة المجانية دلوقتي وهنستناها تحمل دلوقتي. وبعد ما اخترنا النسخة المجانية هتظهر لنا الصفحة دي. طبعا انا لو عندي حساب مثلا خاص بيا، طبعا ده بيمكننا ان احنا نعمل تيست للبرنامج. زي ما هيظهر هنا هيظهر البرنامج بتاعنا اللي احنا عملناه على الموبايل زي ما هو هيتحمل يعني. التيست بيتعمل من هنا. طبعا احنا دلوقتي مش محتاجين تيست، بس اعزائي المشاهدين لو انتوا بتعملوا بتصمموا برنامج خاص بيكم ممكن تعملوا تيست عادي براحتكم. كمان دلوقتي انت مثلا احنا خلصنا البرنامج مثلا وعايزين نحمله. طبعا لو عندي حساب ده هنا اسهل بكتير من المواقع التانية، لان مجرد على طول ينفع ارفعه على طول على بلاي ستور او على اب ستور خاص بالابل او على امازون عشان يتباع مثلا لو بمبلغ معين. وكمان بيديني بيسهل لي عمليه الداونلود، ان هو بيديني لينك اقدر لو انا دخلته على الموبايل اعمل داونلود على طول. فهو اسهل بكتير جدا بمراحل من استخدام كل البرامج اللي فاتت اللي احنا اتعودنا عليها. بس وكده خلص الدرس اعزائي المشاهدين النهارده. اتمنى انه يكون عجبكم وان انتوا استفدتوا منه، واتمنى تعملوا ابسكرايب وشير الحلقة النهاردة. أتمنى تكون عجبتكم وشكرا، وأتمنى أن تكملوا يعني تعملوا سبسكرايب عشان أقدر أستمر وأكمل معاكم وتحسسوني باهتمامكم إن عايزين نكمل. وشكرا.